فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟ نعم، هذا حديث في الصحيح، ما أظن في الصحيح، ومعنى ملعونة يعني مذمومة، اللعن المراد به الذم، لكن الحديث في آخره إلا ذكر الله وما والاه، فالدنيا التي يستعان بها على طاعة الله وعلى ذكر الله هذه محمودة ولا هي مذمومة، إنما الدنيا التي تشغل صاحبها عن طاعة الله فهذه ملعونة مذمومة. نعم.